ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم مبينا أمرا قد وقع فيه الإشكال في هذا في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. في قول الله جل وعلا: جعلناكم أمة وسطا، التوسط من جهة الأصل إذا أردت أن تتبينه من جهة الإطلاق العام هو ما كان بين شيئين، هذا هو الأصل. ولكن إذا أردت الدقة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بما هو أدق منه، وهذا هو المقصود في كلام العرب، وهو ما توسط بين أشياء وليس ما توسط بين شيئين. التوسط بين الشيئين هو أمر يدركه سائر الناس، أن الإنسان كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط، ولكن لا ينظر من عن يمينه، قد يكون عن يمينه 100 وعن يساره 3، ومن جهة الحقيقة والنظرة العامة لا يمكن أن يقال أنه توسط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه خطوطا، ثم خط عن شماله خطوطا، فقال: هذا الصراط المستقيم وهو سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل شيطان منها يدعو إليها. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صنع خطوطا على اليمين إشارة إلى تعدد المشارب، وأنه ينبغي للإنسان ألا يقيس الوسطية في هذا باقتناص وجهة معينة وقياسها بوجهة أخرى عن اليمين والشمال حتى يعرف التوسط، وإنما ينبغي له أن يستوعب ما كان على اليمين وما كان على الشمال من سائر المدارس. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، يعني عن الخط المستقيم، قال: هذا الصراط المستقيم وهذه سبل، إشارة إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يستوعب معنى الوسطية إلا وقد أدرك سائر المذاهب على اليمين في أبواب الغلو، وكذلك في أبواب الشمال، وهي في أبواب الانسلاخ. إذا أدرك ذلك استطاع حينئذ أن يدرك معنى الوسطية. بعض الناس يعرف طريقا ويعرف ما عن يمينه. إذا أراد الإنسان أن يعرف التوسط على هذا النحو أدرك إدراكا قاصرا لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يتكلم به كثير من الناس من أهل الأهواء الذين يتشبثون بقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فيقولون: نحن قد توسطنا، وذلك أنهم قد عرفوا جهة واحدة فنحوا عنها، وإذا عرفوا الجهة الأخرى لاتضح لهم معنى التوسط، ولو أدركوا جميع الجهات عن اليمين والشمال لأدركوا معنى التوسط. والحقيقة أن الإنسان لا يمكن أن يدرك معنى التوسط إلا وقد أدرك محله في من عن يمينه وعن شماله، فإذا أدرك موضعه أدرك حقيقة ذلك المعنى. ولهذا فسر غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضا من التابعين قول الله جل وعلا: جعلناكم أمة وسطا، قال: عدولا. ومعنى العدول يعني الذي ينصف، والإنصاف لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بمعرفة الحقوق وإنصاف أهلها، ومن معرفة الحقوق معرفة الأفكار والعقائد، فإذا أراد الإنسان أن يدرك ذلك فعليه أن يدرك معنى الوسطية. أكثر الناس الذين يتكلمون على هذا المعنى أدركوا من معاني العقائد والسلوك شيئا وجهلتهم أشياء، فتوسطوا بالشيء الذي يريدون وما أدركوه، فظنوا أن تلك هي الوسطية. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيع عن مجاهد، وكذلك أيضا من حديث سعيد عن قتادة، وكذلك معمر عن قتادة، أنهم قالوا في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدولا. والعدول كما تقدم هو عدل الإنسان مع غيره، يعني أن الإنسان كأنه أصبح قاضيا يخاصم بين الظالم والمظلوم، وبين صاحب الحق ومنازعه، وأصحاب الحق يتنوعون، منهم من له حق يسير ومنهم من له حق تام، فيخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من الأقوال والعقائد والأفكار، وكذلك أيضا من الحقوق من الأعيان من الأمور المالية وغيرها. ولهذا ظل كثير من الناس في هذا الباب
ولم يرجعوا إلى حقيقة مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر التوسط في هذا الموضع، وخاض كثير من الناس كل منهم يزعم أنه على الحق. ومن نظر في الطوائف في الطوائف الإسلامية ونظر في المذاهب مذاهب الطوائف الفرق وجد أن الذين ناكفوا النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا معالم الشريعة بالآلاف، كل منهم يدعي أن لديه المحكم وما عند غيره متشابه، وهو المتوسط بين الطوائف. وإنما قالوا ذلك أنهم علموا ما هم عليه ولم يعلموا غيره. فالإنسان إذا عرف ما هو عليه وأحال أمر قبوله الفعل إلى فطرته وطبيعته وقبوله لهذا الشيء ظل وزاغ. وكثير من الناس، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تفهم، تفسير كلام الله جل وعلا لا يرجع فيه إلى الذوق والحس وإلى التطبع. كثير من الناس يقول سيألف الناس هذا الشيء وسيتطبعون عليه. مسألة التطبع، البشر يقبلون التطبع على أي فكر وعقيدة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أنه يمكن أن يصاق على هذا النحو وعلى النحو المضاد له. ولهذا قبول الإنسان لأي فكر ولأي عمل كائن. قوم لوط ما وقعوا في ما هم فيه من الشذوذ إلا بعد تدرج. الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يأتون الذكران من العالمين، ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا عن طريق التدرج، وهذا مضمر في كلام الله سبحانه وتعالى ولكنه يدرك بالعقل. كيف وصلوا؟ ما هو التدرج؟ لم يصلوا إلى إتيان الرجال إلا وقد وقعوا في الزنا وأصبح مستساغا، ثم تدرجوا واستجازوا إتيان النساء من أدبارهن، فلا يمكن أن يأتوا إلى أدبار الرجال ولم يأتوا أدبار النساء قبل ذلك. ثم أيضا بعد ذلك رأوا أنه لا حرج على الرجل أن يستمتع بنظره بالرجل الآخر ثم أن يتزوجه، فأصبح هذا الأمر على سبيل التدرج وألفوه حتى وصلوا غاية ما لا يمكن أن يتصوره الإنسان. ومن المحال جدا أن يكون قد تواطؤوا في ليلة من الليالي أن يعقد الرجل على الرجل، وإنما كان ذلك على سبيل التدرج. ولهذا لما جاءت الملائكة لوط بصورة الرجال وسمعوا بهم جاءوا يتباشرون، جاء أهل المدينة يستبشرون، يعني أنهم قد بلغوا من التوطين على النفس أنهم في الميادين يستبشرون بالغريب كما يستبشرون بالواحد منهم إذا قدم من السفر مما يعتاده الناس، يعني أنهم قد وصلوا من الجنوح عن المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى حتى أنهم بلغوا أنهم يستبشرون. بل ما هو أشد من ذلك ما ذكر الله جل وعلا في موضع آخر: أنكم تأتون في ناديكم المنكر، يعني الفاحشة أصبحت لها دور في النوادي بحيث يكون ثمة أماكن لإتيان الرجال، ليس لإتيان النساء بل لإتيان الذكران. ألفوا هذا الأمر. بل حينما أنكر لوط عليه السلام عليهم ذلك وصفوه بأنه يتطهر على سبيل التهكم ويتنزه، وأمروا قومهم بإخراجه من قريته. وهذا يدل على أن فطرة الإنسان ينبغي أن لا يرجع إليها إلى ألف الإنسان.